آي القرآن لنا تروى تتباين حينا في الكلم أحرفه وحي من ربي كسراج هاد في الظلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال أنا أحيي وأميت. لفظ أنا في كتاب الله حيثما ورد الأصل في قراءته حذف الألف أينما ورد من كتاب الله إلا إذا جاء بعده همزة قطع مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة، فإن وقعت بعده همزة قطع مضمومة أو مفتوحة كقوله تعالى ها هنا قال أنا أحيي وأميت فأثبتها نافع وأبو جعفر في حال الوصل قال أنا أحيي وأميت. وأقول حال الوصل لأنك إذا وقفت على أنا فهي مثبتة الألف عند جميع القراء في أي موضع من كتاب الله، فتقرأ هكذا ولا أنا عابد ما عبدتم، إن وقفت لوقف ما وقف اضطرار أو امتحان فتقرأ هكذا ولا أنا، كقوله تعالى أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا إذا وقفت عليها. مثلا انقطع نفسك ها هنا فتقف بإثبات الألف، أما إذا وصلت فالألف محذوفة إلا عند نافع وأبي جعفر كما ذكرنا. وهكذا يتبين لنا هذا اللفظ أنا اختلف القراء إذا وقع بعده همزة قطع سواء كانت مضمومة مثل التي مرت بنا في هذه الآية أو كانت مفتوحة كقوله تعالى وأنا أول المسلمين وكقوله تعالى فأنا أول العابدين. أما همزة القطع المكسورة فاختلف القراء فيها، فأبو جعفر بالقصر وكذلك بالنسبة لورش، وقالوا له وجهان الإثبات وحذفه كقوله تعالى وما أنا إلا نذير مبين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يتغير رسم أو حرف فيكون المعنى ذا قيم، يتعدد وصف يحمله يتضمن فيضا من حكم، نتعلم دررا من شيخ فالعلم منار للأمم. في أول آي قد نزلت قد علم ربك بالقلم.